Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak. Today we celebrating Eid in United States. So I'm wishing everybody happy Eid, Eid-Ul Fitr, Eid Mubarak. So right now I'm in the front of my masjid in Manchester, Connecticut. As you've seen, this is my masjid, Baitul Mamur Mosque in Manchester, Connecticut. I'm the first one to come to the masjid to do the prayer today. So I'm gonna open the masjid today. So inshallah, we're celebrating Eid today with all the Muslim brothers and sisters in America. So again, Eid Mubarak. I'll show you guys today the Eid prayer in our masjid. So till then, please be with me. Viewers, we are doing three Jamat today in our mosque. First Jamat 8 o'clock, then 8:45, then 9:30. Starting off our Jamat. والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمان على زمان كما فضل مكان على مكان وإنسان على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ظل له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا أيها الإخوان المسلمين فيا أيها الإخوان الدين أسعدكم الله بخير الدارين واجعلكم من الذاكرين الشاكرين أيها الحاضرون الكرام قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوان قال الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان يا أيها الناس اتقوا ربكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وسجودنا وتلاوتنا وجميع أعمالنا كما تقبلت من عبادك الصالحين. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. We're keeping the distance. Eid Mubarak. Yeah, you can go. Thank you, thank you. Thank you, guys. You can go. Walaikum salam. Thank you. This is our second Jamaah, inshallah. This is our last and final Jamaat for today. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون. So we are the lucky one who can pray today Eid Jamaah. So I hope you guys like this. If you like, please subscribe my channel and share with your friends. Thank you. Have a nice day. Eid Mubarak.